سومو لجأت حاليا انه يكون القرار حكومي، وبصراحة قاسي نوعا ما على الاقليم، لان فقدت التعاون الموجود بينها وبين الاقليم، وكل وسائل الحوار اللي تم طرحها سابقا ما تقبلها الاقليم ولا تقبل الحلول اللي طرحتها سومو. هذا اولا. شيء الاخر، وزارة النفط بالذات وضعت بإحراج من خلال ما تقوم به وزارة النفط في إقليم كردستان، وآلية التصدير اللي تقوم به كردستان العراق عليه. مجمل هذه المشاكل تخذوا بها قرار حكومي أنه تكون توحد، سواء تطبق في محافظة البصرة، محافظة العمارة، كذلك بإقليم كردستان، من باب أنه العراق بلد واحد ولا يفصل بين إقليم كردستان أو باقي المحافظات أي قانون آخر. لا بأس أن يكون الإقليم إلى قانونه، إلى تفصيلاته، إلى معاييره بالتصدير، لازم، لكن يجب أن بنفس الوقت يلتزم بما تلتزم به سومو داخل البلد وعالميا أيضا. تصدير إلى إسرائيل بررت حكومة كردستان أنه إحنا جاي نبيع لتجار، والتاجر يبيع لإسرائيل، بالنتيجة المصب الأخير جاي يوصل لإسرائيل. عليه هذا الإجراء لسنوات هو ماضي بإقليم كردستان، وعدم وجود رادع حقيقي لمثل هذه الأمور دعا الكثير من القوى السياسية إلى تجريم التطبيع، وأن يكون قانوني رسمي وأن يشرع داخل البرلمان. إحنا لا نتأمل أن نكون رادع سلبي، إحنا نريد نكون رادع فني صحيح لمشكلة جاي يمر بها البلد بين إقليم كردستان ووزارة النفط.